لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا من مدينة ستوكهولم الأستاذ لبيد السميدعي، عضو التحالف الوطني المعارض. أهلا بك أستاذ لبيد. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. حكومة العبادي اليوم تنفي وجود أزمة مياه في العراق، ما مدى صحة مثل هذه التصريحات وما هي انعكاساتها وارتباطاتها بالواقع السياسي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى جميع السلام. المشاهدين الكرام. بالنسبة للتصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة الحالية، لا نستغرب ذلك، الحكومة دائما تدعي ما ينافي الواقع. الأزمة الحالية أصبحت أزمة معروفة والمواطنون يعانون منها، ورأينا مشاهد واضحة كيف يخوض الصبية والناس يخوضون نهر دجلة عبورا إلى بين الضفتين. الأزمة كبيرة وحادة واعترفت بها كل الأطراف المساهمة في هذه الأزمة، فالإيرانيون لا ينكرون بأنهم أنشأوا سدودا، عدة سدود على القواقد الأساسية لنهر دجلة من أجل استثمار المياه في الأغراض الزراعية وللأغراض الكهربائية للأسواق الكهربائية. تركيا أيضا بدأت تملأ سد أليسو، هذا الإنكار يتعلق أيضا له علاقة بلا أكيدة بالأزمة الحالية التي تبدو أنها أحدثت فراغا سياسيا في العراق، لأن الأزمة علقت الانتخابات أصبحت تدور في أفق مجهول، ولذلك العبادي يريد أن يحسن من صورته أو يقلل من التشوهات التي أصابت حكمه الضعيف خلال هذه الفترة. نعم، في ظل ذكر اسم تركيا في هذه الأزمة المائية التي يشهدها العراق، الحكومة العراقية نفسها أكدت أنها كانت على علم بموعد القطع. في ظل ذلك، أين كانت الدبلوماسية العراقية طول هذا الوقت؟ وهل يمكن الاقتناع فقط بمستوى التعامل الحكومي بهذه الأزمة والاكتفاء بذلك؟ أقصد جذور الأزمة بالحقيقة لا تمتد إلى تتوقف عند الحدود الدبلوماسية، وإنما هي تمتد إلى مسألة أعمق، إلى الاحتلال. أساسا الاحتلال نسف السيادة الوطنية العراقية، والآن أصبح البلد بدون سيادة منذ 2003، وكل الترقيعات التي جرت من عملية سياسية إلى حكومة إلى برلمان، هذه كلها إجراءات ترقيعية محاولة لإرضاء مساحيق تجميل على الوضع في العراق، لكن الحقيقة الباطعة والباينة في العراق أن العراق بلد محتل ومسلوب الإرادة، وأصبحت دولة غير محترمة بالحقيقة. نعم. خصوصا من قبل دول الجوار، وعلى الأقل من قبل إيران. تماما، في هذا السياق، في هذا السياق وفي ظل ضعف الحكومي وبالحديث عن إيران، إلى أي مدى ساهم فقدان العراق حصته المائية في انعكاس ذلك على طهران التي قطعت كافة روافد نهر دجلة وقالت إنها مستعدة للخوض في حرب من أجل المياه؟ إيران لا تحتاج إلى أن تخوض حربا مع العراق، لأن العراق كما أسلفنا، العراق أصبح تحت الهيمنة الكاملة الإيرانية. القرار السياسي في العراق مرتبط بإرادة الولي الفقيه المتمثل بالمرشد الأعلى وهو علي خامنئي. العراق واضح أنه تابع ذليلا لإيران، لذلك فإيران لا تشترك في كل ما يجري في العراق من اضرار ناتجه عن انقطاع المياه او جحه المياه في نهر دجله. العراق هو بالنسبه لايران هو مشروع استثماري، تاخذ منه ما تريد وتستخدمه كآلية وادوات من اجل تنفيذ مشروعها الكبير في المنطقه، لذلك لا نتوقع من ايران ان تقدم على اي خطوه ايجابيه باتجاه تحسين الاحوال الوضع المتعلق بالثروه المائيه في العراق. أمام هذه الأزمة والجفاف في العراق، هل ترجحون سيناريو تصاعد الغضب الشعبي بعد الفشل الواضح في قطاعات الكهرباء والخدمات واليوم الماء؟ هل وضع يعني سيؤدي إلى هذه الثورة إن صح التعبير؟ هو أنا طبعا المياه لا
يمكن ان لا احد ان ينكر اهميتها، تاتي بالدرجه الثانيه بعد الهواء. اهميه المياه بالنسبه للمواطن العراقي مساله جوهريه، ومصادر المياه في العراق خصوصا في فصل الصيف تكون محدوده جدا بسبب انعدام الامطار وانخفاض المياه الجوفيه، لذلك ونهر دجله نهر يمتد من شمال العراق حتى جنوبه، واكثر المتضررين في العراق من هذه من شحه مياه دجله هم سكان مناطق الوسط والجنوب، واعتقد ان هؤلاء الناس سيشعرون بخيبه كبيره نتيجه كانوا يعتقدون او كثير منهم كانوا يعتقدون ان ايران تقف الى جانبهم وتحس وتشعر بمصالحهم، والخيبه عندما تكون كبيره ستقع اللائمه ليست على ايران وانما على حكومتهم التي جعلت من ايران كما ذكرنا امهم الام كأم للقادة السياسيين او للعملية السياسية الدائرة في العراق. لذلك فنتوقع ان ردات فعل كبيرة خصوصا في المناطق الاكثر تضررا في العراق. جزيل الشكر لك عضو التحالف الوطني المعارض لبيد السميدعي، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة ستوكهولم.